Everybody basically زي any set of data it can be put in a table أو matrix أو array سميها زي ما أنت عايز. أوكي؟ احنا قلنا هنتكلم as if we have three points مش كده؟ طيب يبقى x1 x2 x3 y1 y2 y3. اول صف بعديها سوري اول عمود بعديها نعمل فيه ايه؟ نجيب السلوبس. خلاص؟ let's get the slopes of these two lines. الاثنين الخضر. نقربهم هنا كده شويه عشان اوكي؟ slopes بتاعت اللاينز الخضر. هتلاقي نفسك هنا بتقول y2 minus y1 over x2 minus x1 صح؟ واللي بعديها هتاخد y3 وy2 هتبقى y3 minus y2 over x3 minus x2. كما لو كان ايه؟ دول جم هنا ودول جم هنا صح؟ مش كده حتى ساعات في بعض التكست بوكس بتلاقيها مكتوبه التيبل متشفت يعني محطوط هنا صف في النص بس اكشولي انا بعملها كده عشان تبقى مور لايك السبريد شيت لو اشتغلت على السبريد شيت خلاص؟ طيب اوكي لو تلاحظ دلوقتي هنا انا عندي بي زيرو مش كده؟ دي بي زيرو ولا لا؟ ودي بي 1 طيب المفروض ان انا عندي برضو احاول اجيب بي 2 بص كده هاخد دول هيبقى y 3 minus y 2 over x 3 minus x 2 اللي هو الرقم اللي هنا مش كده؟ ماينس الرقم اللي هنا اوفر الاكس اللي هنا والاكس اللي هنا او دي ماينس دي خد بالك اللوجيك ماشي ازاي؟ تقدر تعمل الرابع؟ تقدر تعمل خامس؟ يبقى it's matter of number crunching بعد كده. خلاص؟ doesn't have much innovation. The innovation was in setting the polynomial in this form. مش كده؟ then it's just number crunching. فيها divisions which is again something the computer doesn't like a lot. Yes, it involves dividing. But the number of divisions اللي بتعمل هنا is not as bad as the number of divisions اللي بتعمله لما تيجي تعمل inversion لماتريكس. ولا computationally expensive as much. خلاص؟ ده actually فعلا ممكن سبريد شيت يعملها. وانت لو وريت الطريقه دي لاي حد في لسه ما دخلش جامعه يعني اقول له number crunching للكلام ده it will produce كذا هيعملها على طول مش كده؟ موافقين يا شباب؟ تعالوا نشوف الاكزامبل بتاعنا نعم؟ سوري x3 minus x1 شكرا x3 minus x1 اوكي؟ طيب عندنا الاكزامبل اللي عملناه المره اللي فاتت كان فيه كام نقطه؟ اربع نقط يبقى يشد اكسبكت كيوبيك بولينوميال مش كده؟ تو اكستند ذس فور كيوبيك بولينوميال هتعمل ايه؟ بي 3 تايمز اكس ماينس اكس 1 تايمز اكس ماينس اكس 3 يبقى اكس يبقى عندك ثلاثه براكتس in a different context بس الاولين هيفضلوا زي ما هو يس yes.
Okay. Actually, if you're interested, ويبتدي يقرا اكتر عن نيوتن ميثود في الكتاب هيلاقي لطيف ان انت عامل الطريقه وكاتب عن how to rearrange the points x1 و x2 and هي احط x3 فين و x4 فين and بحيث ان انا اماكسمايز الاوتبوت بتاع المساله ان انا اقدر اقول والله انا كده getting better results عند النقطه دي او I am getting better results في الاكستربوليشن او I am getting better results in such and such and such. Again, never forget ان الانتربوليشن is not the real function. It's a function that joins a set of data. The real function that joins the set of data is something that we usually don't know. والا ما كناش احتاجنا انتربوليشن. شال ايه؟ روح عوض وخلاص خلصت. صح؟ طيب حد يمليني بقى الارقام اللي كانت موجوده في المساله اللي فاتت. اعتقد كانت من اول ماينس 1 مش كده؟ اوكي ماينس 1 وماينس 1 1 ها؟ 0 2 1 5 2 16 اوكي البولينوميا اللي احنا عايزينها هتبقى عباره عن ايه؟ y equals b نوت plus b 1 في x minus x1 شيرا plus b2 في x minus x1 times x minus x2 plus b3 times x minus x1 times x minus x2 times x minus x3 صح؟ And now we want to find the b. y2 minus y1 على x2 minus x1 هيطلع ايه؟ 2 minus 1 over 0 minus minus 1 صح؟ اللي هي 1. اوكي انا نسيت العمود الاولاني. Anyway عملته هنا. ده فاضي كده دلوقتي. اللي بعديه هيبقى 5 minus 2 over 1 minus 0 اللي هي كام؟ اللي بعديه 11 صح؟ خلاص ادي العمود الاولاني العمود الثاني 3 ناقص 1 على ما تنساش بقى ايه؟ 1 ناقص 1 اوكي؟ اللي هي هتطلع 1 اللي بعديها هتبقى 11 ناقص 3 على 2 ناقص 0 مش كده؟ اللي هي بتساوي 4 تعالى هنا في حاجة تقدر تكتبها هنا؟ يبقى لا ما اقدرش اكتب حاجة هنا زي ما اقدرش اكتب حاجة هنا. اوكي؟ طيب العمود الثالث هيبقى عبارة عن 4 minus 1 over كام بقى؟ 2 ماينس ماينس 1 اللي هي بتساوي كام؟ 1 في حاجة هنا؟ خلاص؟ تعالى بقى شوف الكوفيشنت بي 0 بي 1 بي 2 بي 3 اهي بي 0 از 1 بي 2 از 1 بي 3 بي 2 از 1 اند بي 3 از 1 يعني كل البيز 1 اوكي لو تفتكر المساله دي كانت طلعت لنا ولو بصيت عندك في
النوت بتاعتك هتلاقيها كانت 2 بلس اكس بلس 2 بلس اكس بلس اكس سكوير بلس اكس كيوب، صح؟ مش كده؟ هنا احنا طلعناها ايه؟ y equals 1 plus x plus 1 plus x plus 1 times x plus x plus 1 times x minus 1، صح؟ I guess again I don't need to do it myself. Go back home, rearrange the terms, expand طبعا ده. Rearrange the terms, you'll have to get to that. ليه أنا بقول بكل ثقة كده you will have to. نعم؟ أوكي. Basically يا جماعة أنا دي polynomial third order polynomial ودي third order polynomial. مش كده؟ هي polynomial واحدة اللي هتعدي بالأربع نقط. It's a unique solution. وبما إن it's a unique solution no matter what different form it takes I can rearrange it وأوصل للتاني.